السلام عليكم. اليوم غادي نوريكم واحد الطريقه ديال تحضير الهريسه التونسيه. غادي نحتاجو واحد نص كيلو ديال الفلفله بحال ما كتشوفوا، 125 غرام ديال القزبر كارم، 125 غرام ديال الثومه والملحه وكاس الماء. وغادي نحتاجو الميكسر. غادي نبداو بطريقه التنظيف ديال الفلفله. غادي نكونوا مرقدينها في الماء، فاش من ورا ما غنرقدوها في الماء راه غطرى لينا، وغادي نحيدوا ليها الزريعه بحال ما كتشوفوا، ونحيدوا ليها هذاك الراس. غادي نفضوها مزيان من الزريعه. بحال ما قلت لكم راه عندي نص كيلو ديال الفلفله، الفلفله الحمراء الكارمه بحال هكاك. غادي نقيوها مزيان بحال ما كتشوفوا، جيسبر كتكون باين لكم مزيان. ها هو كنحيدوا ليها الزريعه وكنحيدوا هذاك الراس. الوغ هاد الهريسه كتقدروا كنقدروا نطيبوا بها الماكله، نصبوا بها الماكله حيت ما كتكونش حاره بزاف، وكنقدروا عاوتاني ناكلوها هكاك. حنا في تونس كناكلوها بحال هكاك، زعما كنحطوها مع شويه ديال زيت العود و لي زونشوا. ديجا كنت وريتكم كيفاش كتصاوب اللانشوبه في الدار، كنحطوها في مع الماكله زعما بحال هكاك، كتقدم معها شويه الثوم والزيتون، كنديروها بحال هكاك وكناكلوها. دابا من ورا ما نقيت لا كونتيتي ديالي كامله، غادي ندوز للمرحله ديال الرحيان. الا ما كانش عندكم المولينكس تقدروا ترحيوها غير بالرحال العربي، هذيك ديال المطيشات نقدروا نطحنوها غير ديال المطيشه. الو غنحط الفلفله، نحطها مزيان ما نعمرهاش حيت حسب الكاس اللي عندي ديال الميكسر ما نعمرهاش كامله، ونزيد معها شويه من لا كونتيتي، نقسمها على جوج. دونك هنايا نحط القزبر كارم وغنحط شويه ديال الثومه. بحال ما كتشوفوا هنا غادي نديروا واحد شويه ديال الماء، نص كاس ديال الماء، ونديروا الملح. الوغ هذه هي الهريسه نتاعنا. لا كونتيتي راه كثر بزاف من هكا، ولكن هذا هو التقديم ديالها. الله تكون عجباتكم لا غوسيت ديال اليوم، نتلاقاو في شي غوسيت واحده اخرى.